التمازج هي عبارة عن يعني فتات سابقا سنة 86 لغاية 89 فتات بيسموا كسلة، كسلة ده معناته قطع طرق. والقائد بتاع التمازج ده كان يعني بالمناسبة يعني سبحان الله كان مسجون في سجن بتاع مدينة بلتين. نعم أنا سامعك أنت تتكلم بس. مسجون في سجن بلتين عند دخول المتمردين التشادين في تشاد، دخلوا بلتين وكسروا السجن وشالوا فاتو نعم وضموا السودان ودخلوا الدعم السريع. نعم حركة التمازج هو يعني بالضبط الجنجويد التشادين. نعم عندنا كاتب صحفي في بريطانيا، انت تكون امس نزلت المقال بتاعه، نعم عمل تقصي وكتب وجابهم بالاسماء وجابهم بمناطقهم وجابهم بهلاله، وهسه قاعدين يعني في السودان هناك. نعم وانا اوريك يعني اقبى جنجويد، 60 جنجويد شاب اقبى جنجويد، طبعا ما متعلم ولا قاري ني عربي ني فرنسي. نعم ويليم جنجويد ليبيا المحاميد الموجودين في جنوب ليبيا في الصفحة. نعم انا طبعا معلش للمقاطعه وشكرا للتوضيح. انا قلت تحالف الزرقاء امتداد لافريقيا كله وعلى راسهم تشاد يا اختي بلادي واثيوبيا يا اختي بلادي وجنوب الجنوب ساوث السودان جنوب الجديد اللي انفصل. فنحن تحالفنا انه كيف نقدر نحمي ارضنا وارضنا. فلما نجي في دور السياسات مثلا فهنجيف مثلا اي زول بيكون عنده وضعيه خاصه، لكن لما نجي في التحالف زي الاتحاد الاوروبي يمكن زول بيكون شايل جنسيه زول من ايطاليا او من السويد او من النرويج عنده الحق وعنده حق التجوال، والاتحاد الاوروبي جامع كل الدول دي. فرايك شنو انت في الفكره دي؟ والله يا اخي احمد بالمناسبه فتح الحدود وفتح الافاق والاستفاده، طبعا شو في تستفيد علينا ناس في الاتحاد الاوروبي؟ نعم 27 دوله اوروبيه، اي مواطن اوروبي ده عنده حق الامن وحق التعايش وحق التعليم في اي دوله مشى. نعم وده من اهم مسببات التنميه الشامله والتنميه البشريه. نعم على كل حال علينا هسه لسه ما وصلنا المرحله، علينا في ايتاب بتاع استعمار جديد وبطريق حديث يعني. نعم نعم أننا أولا ننشر التثقيف والوعي لكل الشعوب الأفريقية. نعم. نتوحد ونقاوم الاستعمار بعد اختراع الاستعمار ده. نعم. بعد ذلك بيجي تغيير المصير. نعم. أهم شيء هو لفت يعني كل الناس اللي ما فاهمة وكل الناس اللي هي ما عارفة بتعمل شنو والمشكلة شنو، هو فحص المشكلة أفضل شيء، يعني الإنسان لازم تفهمه مشكلتك شنو وهو بيعاني من شنو. نعم. وما هي الأسباب وما هي الحلول؟ نعم الجنجويد انتشر انتشار يعني ما انتو الجنجويد ده ما انتشر انتشار مثلا في السودان فقط او في تشاد فقط او في النيجر فقط او في جنوب ليبيا فقط، وصلوا حتى يعني مالي مالي. الو اي سامعك قطع جاري اتصال قطع لياتو انتشر انتشار كالحشيم يعني. نعم وعندهم عندهم امتداد يعني ما يقارب دول الخليج بتدفع في السودان فقط 15 مليون. فصل تاني جاك اتصال ولا شنو؟ تحياتنا يا بابوري تسلم. انا ما اعرف التلفون تلفونك، انا قاعد يجيك اتصالات بيقطع معي ولا الحصر شنو انا ما اعرف. نكمل الفكره يا جماعه. طيب انا عشان ما كان انا ما فتحت الدعاوي لكن عشان جاني بابوري ممكن يجيني بعد تنزل من المواصلات او تمشي البيت يا بابوري تلقى اللايف شغال ارجع لي تاني. انا عندي كميه بتاعت فيديوهات هنا دير انتهي منها وشغال فيها حسي هنا. طيب نخش هنا في الفيديو ده يا جماعه، اعمل لنا شير يا جماعه، ادرجوا 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 يا جماعه. انا الفيديو ده لقيته لافي لكن ما بعرف يا جماعه عشان الناس كلها تكون عارفه ده شنو، ده شنو الكلام ده شنو. انا 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 لقيت الفيديو ده لافي يا جماعه فهموني ده شنو؟ الموضوع الامني هسه اخونا ده اتكلم عنه والاخوان اتكلم عنه يا جماعه. الموضوع يا سيد الليبي محمد عبد الله الان 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 نعتقد انه انت الان اكثر حاجه اتكلم فيها اخونا بشوق انه انت الان عندكم قرار خاص، عندكم وضع خاص،
عندكم يعني وظيفة خاصة، عندكم صلاحية كاملة لاستعمال القوة مع أي معتدي، مش عندكم الكلام ده يا سيد اللواء؟ يا جماعة لكل القوات، أنتوا عندكم حصانة الآن، أنتوا الآن كقوات مشتركة، الجماعة في تقول لك أنا بقدر بضرب، تضربوا، لأنه ده قرار من القائد العام بالجيش، أنه أي اعتداء عليكم وأنتم تحموا عرض الوطن، أنتوا تستعملوا قواتكم الخاصة، ده الكلام ده الكلام قلتوه لكم يا جماعة. لذلك يا جماعة الآن الكهرباء في خطورة، الآن بعض المخازن في خطورة. ده شنو ده يا جماعة؟ اليوم حمام عبد الله مكلف بأنه فورا من تقوموا قاعدين. ما أعرف أضربوا والمهم بتاع وأنتم مفوضين وبتاع، كده فهموني يا جماعة، اكتبوا لي ده شنو ده؟ ده شنو اللغة ده؟ طيب نمشي قدام. طيب في فيديو السوار هنا دقوا فيه سوار ما سوار أنا ما أعرف دقوا فيه شروطي. يا جماعة هو ناس السلمية، أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والاحترام والتقدير لكل الناس المشاهدين الشرفاء منهم فقط مرة من الكيزان والجنجويت والمتسلقاتية. أنا ما أعرف ديل سوار ولا ما سوار، أنا بجيب لكم الفيديو دقوا شرطي. طيب إذا كان رجعتوا تقاتلوا وتتضاربوا مع الشرطة والجيش، يبقى أنتوا ثلاثة من إطار السلمية وكده حيضربوكم أكتر ويلقوا حجة. طيب عشان كده نحن قلنا يا جماعة يا تواصلوا في سلميتكم يا ترفعوا سلاح، من الاثنين. أنا ما بقول لكم أنا قاعد برا فأطلع، لأنه الزول اللي بيقول للناس أطلع ده إلا يكون قاعد في الأرض، فأنا ما بقول لكم أطلع. لكن برضو في ناس قالوا يا أخي الناس اللي قاعدين قال لك ده صندل، أوكي تمام. طيب أنا ما بقول لكم أطلع، لكن في ناس مفوضين ناس برا بيطلعوا لهم لايفات على حسب الظروف في السودان والقمع والقتل وبتاع، قال لهم انتوا خليكم الناطقين الرسميين باسمنا، نحن كسوار سلميين، نحن سلميين دي ما عندنا لا حاجه، ما عندنا لا حاجه ولا ضدها ولا بندعمها، ما عندنا لا اي حاجه، نحن برنامجنا وضعنا بيختلف في اقليم دارفور، فنحن من حقنا نشيل سلاحنا، لانه لا تقول لي اتحاد اوروبي لا امم متحده لا واتنبا، سلاحنا هو البديل الوحيد اللي بيقدر بيهلنا ويطلعنا لبرا الامان. طيب ده واحد نقطه. نمشي نشوف الشرطه الدقوده، نشوفها بتاع الشرطه الدقوده. اذا انتوا لو حصلتوا مرحله زي ده معناته رجعتوا في الكورتو زي ما قال حقتنا ذاته. طيب يبقى ما بالسلميه، يا تختاروا ترفعوا سلاح، يا ده صح ده البرهان ولا ده ما برهان، وحدد قال لحمدوك عشان يقدم استقالة، وحمدوك كان قدم استقالة ولا ما قدم استقالة، زي بعضه زي ما قالوا، وحال لي مشكلة هو خير المشكلة السودان اتفاقمت وصعدت والناس جاعت وميتين أبو هلا طلع. في واحد قال لا ده ما حقيقي، فيديو البرهان ده خير صحيح. طيب ده البرهان صورة وصوت، ده البرهان، ده ما البرهان. المهم في جدل كده في الفيديو، المهم طيب طيب في جنجويتي هنا رباطي، فدار ياكلني حنك زي ما قالوا، الجنجويت ده دار ياكلني حنك جانبي فوق، كويس جانبي فوق، لكن كضب ما بيقدر. جانبي فوق لكن ما بيقدر. هنا احمد كزله، كيف ان شاء الله تمام، اخبارك الله يسلمك. وين انت الان شايفه؟ وين في فرنسا ولا وين؟ شايف تعليقاتك في الفيس كثير يا زول، دق العرب واقتل العرب واذبح الجنجويد وحاجات زي دي ومساليك دي وسلاح وسو يا أخي، الحاجات دي يا شيخ ما دي حاجات تفيد زول. الله ذاته قال الفتنة نائم على طلاح على من أنقصها. أنت بدل تنقذ الناس بكلام طيب يا أهلي، خلوا المشاكل العرب أهلك والمساليد أهلك، بدل خلوا المشاكل والكلام ده ما ينفع، واسي الناس يكون في أوروبا عايشين كل بعض، تنشد الناس بكلام زي ده. أنت تمشي هناك أقتلوا
وشردوا واذبحوا وسووا، دي كلام الله بيسألك منا يا شيخنا. كده رك الله منهجك الماشي فيه ده، غيروا يا اخي رسالة علاقاتك وحياتك اللي تقولها في الفيس، دي كلام كله خاطئ، واي زول كده لو استمعوا ما والله لو عربي لو مسلاتي لو